السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي ناين مدارس. جات لكم اليوم فيديو جديد. اليوم فيديو راح نحكي فيه عن التحديث اللي راح يجي بيوم 3/8 وعن الشغلات اللي راح تجي فيه. اعتقد راح يكون تحديث كبير نوعا ما، بس بصراحة ما كثير متحمس للموضوع لانه بتوقع حيكون البانر زبال. اوكي، لاني انا امبارح لما صورت الفيديو تبع البانرات اللي جاي نسيت انه في روكسي، نسيت انه روكسي اجت قبل البانرين اللي انا حكيت عنهم، فتذكرت اليوم او امبارح بالاحرى تذكرت وانا قاعد عم صور الفيديو، او بالاحرى وانا عم منتج الفيديو تذكرت انه في روكسي فقلت شيت. طبعا يعني روكسي ما عارف شو بدي لكم، سكيب للأسف، شكليا مو سكيب بس معنويا سكيب، ما بتفيدكم بأي شيء. بس رح تكون ستيب اب، هو هذا الشيء الحلو انه ممكن اذا شخص بيحب تجميع شخصيات فان بوكس بوكس سي سي هالقصص، يعني 242 جيم. ولا وشوف الاندال شو عاملين، جايبين البانر تبعها فيها ايستن الحمراء وفالنتي الخضراء مشان انه شو انه العالم يسحب. طبعا اللي ما عنده ايستن الحمراء ممكن اني انا اقول لك انه ها جرب حظك فيها. البانر عمل اول ملتيتين تبع ال 31 جيم، غير هيك يعني مالي شايف انه في داعي تروح الجيمات، لانه بعد هاي البانر راح يكون في بانر 600 جيم تبع مار لانه ليز، وبعده راح يكون في بانر 900 جيم تبع مار. فانت بدك تحسبها هيك، بدك تحسبها، هل انا بدي اعمل هلا على هاي البانر راح اقدر اعمل على البانرات الجايه؟ بصراحه انا ما راح اكذب عليكم، كتير كتير وايفو روكسي بهي الصوره طالعه. بس يعني امبارح ما شرحت عليها اعتقد، بس راح اشرح لكم عليها على السريع. جدا جدا عاديه. خلينا نشوف روكسي. اوكي ماشي. الباسيف تبعها every time the hero's ultimate gauge move completely filled allies gain one time evasion، يعني كل ما تصير الالتي تبعها الالت جيج تبعها يمكس بتعطي التيم دوج. للي ما بيعرف الدوج اللي بتعطيه للتيم هو عبارة عن كأنك انت مستخدم دوج فود لمدة لفة واحدة، اذا بيضربوك بنعمل عليه دوج. بس مو كل شخصية عندك بالتيم بتحط دوج. مو كل شخصية عندك بالتيم بتحط دوج، لا التيم كله بياخد الدوج لمدة لفة واحدة، نفس الدوج فود بالضبط. الكروت تبعها واحد نفس كارت اسكانور بيعبي الالت جيج، وواحد تبعها بيعمل اتاك سيل نفس كارت جوثر الاحمر. الالتيميت تبعها هلا ممكن نقول انه الالتي تبعها كمان بتساعد بالباسيف، لانه بغير الدمج اللي بتعمله بترجع بتعبي لك 2 الت جيج. بس المشكلة انه الالتي تبعها مو قوية، يعني الالتي تبعها يعني شوف 20 كريت شانس، 120 كريت دمج، 30 ريزيستنس، 10 كريت ديفنس، 60 كريت سب ستات، جدا سيئة جدا. يعني هدول التنتين مع بيرس ريت 75 بصراحة عالي، بس كريت دمج كريت شانس يعني شبه عم تقول انت ما في كريت، انسى. ما بعرف صراحة، ممكن مثل ما قلت لكم مشان الكوليكشن تخلوه. نروح على اللي بعده. اوكي اللي بعده في عنا السمر فيكيشن، والله حلو اللبس سمر فيكيشن فيستيفال. انا بصراحة لو طلعت لي روكسي ما راح لبسها غير هذا اللبس. سمر فيكيشن فيستيفال get artifact cards packs costumes and many more other rewards. انا ما اعرف من وين جبت مور، هي many other rewards. طبعا رح يكون في عنا بينجو، انا كتير بحب البينجو بصراحة، وحيكون عنا البوس، يعني ايفنتات معادة World Quest Save the Vacation، ما بعرف شو هي البوس هذا، البينجو، هوك باس، لويالتي شوب ايتمز، مدري شو بطيخ مبسنا. طيب الحلو هلا هو اجانا الفاينل بوس درول جلوكسيني. انتو لاحظتوا انه هن مرة واحدة صاروا يجيبوا الفاينل بوسات كلياتهم،
يعني هن تأخروا كتير كتير كتير، بعدين مرة واحدة كل أسبوع كل أسبوع يجيبوا لنا فاينل بوس. طبعا أنا جوثر الفاينل بوس تبعه حرفيا حرفيا ما لمسته، بس لعبته مرة أخذت اللبس تبع جوثر وطلعت، لأنه مالي خلق إني فرم ليجند مشان أخذ جيم ولا مشان أخذ 5 هامر ولا مدري شو. لا وشو بيقولوا لك إنه أنت ما فيك تشتري إلا 5 باليوم. أنا هاي شغلة الليجند ما حبيتها أبدا. يا ريت لو زبطوها شوي. المهم بيجي بعده الباتل ايفنت ارتفاكت كارد. خلينا نحكي عن الارتفاكت سيستم وعن الارتفاكت كارد. انا هي شغلة جدا عجبتني. الارتفاكت كارد هي نظام انه انت بتجمع كروت، والكروت هدول بتستخدمهم لحتى تاخد بوفات، سواء كان بوفات اتاك اتش بي او ديفنس. ما بعرف اذا في بوفات بتعطي سبستاتس ولا لا، بس هي حاطين لك هون الارتفاكت كاردز. انت مثل ما شايف هون بتحط الارتفاكت كارد اللي بدك اياه. يمكن بتقدر تنوع حتى بالارتفاكت كارد، انه بتحط مثلا 5 كروت ولا 4 كروت ولا وات ايفر. بيقولك نيو سيستم ادد تو انكريز يور ستاتس، بس يصير ليفلك 40 تفتح عندك 2 نيو تايتلز اند 31 اتشيفمنتس ريليتد تو ارتفاكتس. الحمد لله زودوا لنا الاتشيفمنتس اللي انا كنت من سنه قاعد عم بحكي عليها، عم اقول انه لازم يزودوا لنا اتشيفمنتس، لازم يزودوا لنا اتشيفمنتس، لانه فعلا لازم يزودوا لنا اتشيفمنتس. حيضيفوا 31 اتشيفمنت جديده متعلقه بالارتيفاكتس. بعدين ارتيفاكت كاردز كان بي ايكويبد فيا سيت تيم تو ابلاي ان ات افكت تو اول اوف يور سيت تيم هيروز. يعني بمجرد ما انت بتجهز التيم بتحط لهم الارتيفاكت كاردز الخاصه فيه، سوري مو الخاصه فيه، بتحط لهم ارتيفاكت سبورت. مشان شو؟ مشان بتتفعل هي على كل الشخصيات اللي عندك بالتيم. يعني اذا كان مثلا حاطت انت ارتيفاكت كارد 100 اتاك 100 اتش بي مثلا، بتتفعل على كل الشخصيات اللي موجودين بالتيم. يعني مثلا 1 2 3 4 هذول 4 كل واحد بياخذ 100 100 100. هيك سم ارتيفاكت كارد هاف سيت بونس. يعني انت مثلا فيك تعمل سيت بونس اللي هو مثلا مليودس واليزابيث وبان بيعطوك بونس 100، مليودس وكينج وديان بيعطوك بونس مدري شو. فانت بتصير بتجمع ستات كروت مشان شو؟ مشان تاخد البونس تبعه. انا دشينا اليونيك افكت تو يور سيت، يعني مجرد ما تجمع ستات تاخد بونس افكت تبع السيت. كاردز ويل بي ان افيلبل ان باتل وير اكويبمنت ستاتس ار نوت ابلايد. يعني لما تكون عم تلعب انجيرد شغلات انجيرد ما راح يتطبق فيهم الكاردز. يعني كأنك عم تلعب نورمال بي في بي، التأثير تبع الكروت ما راح يدخل. عفوا، هون عم يقول لك شو انواع او التفاصيل تبعات الكاردز. الكاردز حيكونوا من سي ليو ار، يعني سي يو سي ار اس ار اس اس ار ويو ار، هدول الجريدز اللي حيكونوا للجير. طبعا اكيد اليو ار حيكون اقوى شيء. والانواع تبعهم في عندك كاركتر مونستر ستوري سين سبيشال، 5 انواع من الكاردز. جميله الفكره تبعهم، هي صرعونا هدول. طيب ارتيفاكت كاردز اند كارد باك لوكيشنز، شوفوا كميه الاماكن اللي فيكم تجيبوا منها الكاردز. طبعا اول شيء عندك بالنيو ديلي تاسك كلير وورد ريكورد وورد تري تاور. حلو، حيصير في مهمه جديده انك انت تلعب الكلير وورد اللي هو الوورد تري. هلا ورجيكم يا الوورد تري تاور. بالباترول لما تبعت الشخصيات تبعتك على الباترول تاخذ 2 نيو باترول ميشنز. ممتاز، هدول بيطلع لك فيهم كاردز. بالجاد بالتريننج جروت، حلو. بالتريننج كيف صار يطلع فيها؟ اوكي حلو. بوس باتل هيل ديفيكولتي، لما تلعب الهيل بوس باتل والديث ماتش هيل كمان بيعطينا. حلو، انا كنت قاعد عم فرم الديث ماتش البيلموث عم فرمه نورمال، هلا بدي اضطر فرمه هيل. نايت هود بوس، اوكي على حسب السكور. البرول، البي في بي شوب، النايت هود شوب، الفريند كوين شوب، الشابتر 1 تو 4 شوب. اوكي، يعني فعليا كل الكرة الارضية بتشتري كارت.
طيب والله جميل صراحة. البلايت كارد is a material used to enhance set bonus. حلو. فيني أنا شو plate card acquired as artifact card duplicates. You can check acquired plate cards via item store. ممتاز. صار فيني هلأ يعني متى ما صار عندي set set bonus من artifact استبعاد فيني أعمل له power up على حسب حكيون يعني بالبلايت كاردز. طب جي جي والله هي شغلة الكاردز شكلها كتير كتير حلوة. فايزل فايت فيستيفال. اوكي نورمال بي في بي حيكون في سيزن مدة اسبوعين. all set team heroes will participate when the battle begin. اعتقد رح حاول اوصل للتوب 100 بهدول انا. هستخدم تيم تيم ديث بيرس ونشوف اذا بنوصل توب 100 فيه ولا لا. رانك ريوردز ار سنت ان اديشن تو ريجولار ريوردز. اوكي رانك ريوردز سنت. اوكي اعتقد هي اسبوعين راح تكون ف ليش لا نجرب نجرب حظنا. اوكي نيو كوستومز اند سمر كوستومز ريتيرن. اوكي هذول الثلاثه للاسف انا عندي اياهم فول كوزماتكس فما راح اشتريهم مع انه النظارات تبع الدوان كتير كتير كشخه بس ما راح اشتريهم. ادد ست جديد وان صوت اللي فوق باندلز نايت باس. اوكي لا والله الابديت متسم شوي بصراحه. هلا ما عدا البانر كل شيء حلو بس البانر انه ممكن مو افضل بانر بالعالم بس حتى البانر على فكره مو سيء والله. نايس ابديت ليش كذب. فيري نايس ابديت. يعني الاسبوع الماضي اخذنا تاور احتمال بكره اعمل بث. الاسبوع الماضي ما عملت لكم بث لانه ما قدرت. احتمال ان شاء الله هذا الاسبوع اعمل بث بس تعويضي عن الاسبوع الماضي. ان شاء الله نلعب فيه التاور وممكن نعمل سامنز على روكسي. اوكي وهيك بكون خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. اذا استمتعتوا بالفيديو عجبكم من المحتوى وانتم مو مشتركين يا تشتركوا بالقناه واشتركوا كمان بقناه الانمي اذا بتحبوا. بحط لكم رابط تبعها بمربع الوصف وضغطوا على زر اللايك. اشوفكم على خير. جاني.